ختام الجولة السادسة من دورينا جمعت كافما بالكويت بمواجهة نارية على استاد الصداقة والسلام. البداية مع الكويت من تسديدة يوسف ناصر البعيدة عن المرمى. أخطر فرص الشوط جاءت عن طريق بندر بورسلي من تسديدة زاحفة مرت بسلام على مرمى حميد القلاف. شبيب الخالدي كاد أن يفتتح التسجيل من فرصة خطرة والكرة ذهبت خارج الملعب، لينتهي بعدها شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي. بالفترة الثانية من المواجهة، إبراهيم كميل من مجهود فردي جميل راوغ مدافعي كاظمة ويرسل كرة مثالية وتسديدة علي حسين ذهبت فوق المرمى. كاظمة من سلاح المرتدات حاول تسجيل الهدف الأول عن طريق المتألق بندر بورسلي وكرته مرت بجانب مرمى القلاف. المهدي بالرحمة أرسل تسديدة قوية علت العارضة بقليل. البديل عمر لحبيتر أراد خطف اللقاء وحميد القلاف ينقذ مرمى. الكويت رمى بثقل لحسم المواجهة لصالحه لكنه لم ينجح حتى أطلق الحكم عبدالله جمالي صافرته بانتهاء المواجهة بالتعادل السلبي دون أهداف. يعني تقدر تقول نقطة منصفة لنا ولهم، يعني سهل نقطة كل واحد، ما فيش حد يستاهل الفوز، لكن بعض لحظات المباراة كنا أخطر بالمرتدات. المباراة هيك كانت تكتيكية أكثر من هي مباراة هجومية. الحمد لله أهم شيء حافظنا على الصدارة، بعدنا متين الصدارة ولسه الدوري طويل. كاظمة بصدارة، هل هذا يسبب لكم ضغط؟ هو أول شيء إنه كاظمة من زمان ما كان معتب بصدارة، من سمعت من 95، مش ضغط، بالعكس إنه شيء حلو إنك تحافظ عليه وتعمل إنجاز باسمك باسم النادي. من 20 سنة ما أخذوش بطولة، إنك تراك تحافظ على الصدارة فهذا شيء منيح. إحنا نلعب إمكانياتنا، نطلعش على غيرنا، كل مباراة عندنا مباراتها وإن شاء الله ربنا يجيب فيه الخير. والله في وجهة نظري إن في بداية الدوري الناس كانوا مستبعدين نادي كاظمة، أو إنه يقولون نادي كاظمة كان في مستوى متذبذب، أو نادي كاظمة ما بارق فريق مثلا قوي. هاي كلمة صراحة ضايقتني. في وجهة نظري دام كل الأفرقة تلعب في الدوري ممتاز، إذا كلهم لهم الاحترام والتقدير. ما في فريق كبير، ما في فريق صغير. فريق الكبير هو اللي يقدم مستوى داخل الملعب. لا تيني تقول لي أنا حامل لقب، لا تيني تقول لي والله أنا ترتيبي فوق. إذا خذيت مني المباراة إذا أقول لك أنت هني كنت أفضل مني داخل الملعب. في وجهة نظري إن ثقة اللاعبين في نفسهم عالية، زين، صحيح إنه يمكن شوية في ضغط حين دخل على اللاعبين، ولكن في وجهة نظري إنهم رجال وقد ثقة إن شاء الله الناس تنطرى منهم إن شاء الله. اليوم شفت فريق كاظمة لعب بطريقة دفاعية وهذا حق لي، رغم أنه لعب على أرضية ميدان، رغم أنه متسدد، كان يعرف أن فريق الكويت جاي من أجل 3 نقاط، عرف كيفاش يغلق المنافذ، كان فيها التحامات، حاولوا أنه فيه حتى بروفوكيشن حتى تصير يعني ضياع وقت وكذا، لكن هذا أمر مفروض منه. غيرنا الرسم التكتيكي من 3-5-2 4-2-3-1، تغييرات في الشوط الثاني، حاولنا أنه ننوع في الهجمات، كرات طويلة، المخالفات، الكروسات. اليوم ما كان فيه توفيق خصوصا الشوط الثاني، خلقنا فرص عديدة. إن شاء الله بإذن الله الموسم لسه طويل والانتصارات جاية بإذن الله. كاظمة والكويت لم يستفيدان من خسارة القادسية للابتعاد بجدول الترتيب. التعادل السلبي يفرض نفسه في مواجهة كاظمة والكويت. بهذا التعادل كاظمة مستمر بالصدارة عند النقطة 14، والكويت بالوصافة عند النقطة 13. فواز صلال لبرنامج الديربي.